الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ما ذكره الذاكرون، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما غفل عنه الغافلون. اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر يا ربي شكرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر. أيها الإخوة، أيها المتابعون الأكارم لإذاعة المنار الإسلامية، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى نشرة من نشرات اللغة العربية من كتاب العربية بين يديك، من الجزء الثالث، الوحدة الخامسة، الدرس 32. أيها الأكارم، لقد شرحنا سابقا الموضوع كيف يحب أطفالنا. هذا الموضوع يتعلق بحل التمارين بعنوان فهم المسموع. اليوم التمارين إن شاء الله نحل من الموضوع الذي شرحناه في النشرة السابقة. يقول صاحب الكتاب: بعد أن استمعت إلى النص أجب عن الأسئلة التالية. بفضل الله سبحانه وتعالى استمعنا مرة من المسجل، ثم مرتين نحن شرحناه وقرأناه. فاليوم إن شاء الله سوف نحل التدريبات بسهولة ويسر إن شاء الله. لمنار خوغوري دونكم زمان غوستاس سننخ براونا إن شاء الله ده العربية بين يدي كتاب سخا درين كتاب ده بنزمة وحدة ده دو ديشتم نمبر درس ده عزت مندو بدي درس كي أغا فهم المسموع عنوانو لكي ستي درسو أغا من غوتاسو لك أغدو بدو خبراونو كي واغستو ده أغا ترجمة ده أغي كم فايدي وي كم لغاتو أغا من غوتاسو وازي حكرا نو نن به ان شاء الله چې کوم تمارین د کتاب او علاوه د هغه موضوع په اړه کې راکې نو مونږ تاسو ته به ډیر په اسانه باندې حل کیږي ان شاء الله. او امید لرم چې تاسو به حل کړئ. مې راځو ګورو چې کوم ملګرو صحیح حل کړی دی، کوم ملګری پکې خطا شوی دی. التدريب الاول، التدريب الاول، اجب بوضع علامة صحيح او خطأ، اجب بوضع علامة صحيح او خطأ. يقول صاحب الكتاب: بين يديك بعض الجمل، انظر كل جملة. إذا كانت هذه الجملة موافقة مع الموضوع فبين الجملة هناك علامة المربع، ضع هناك علامة الصحيح. فإذا وجدت الجملة غير موافقة مع الموضوع فضع بين يدي الجملة في المربع علامة خطأ. فلهذا يقول صاحب الكتاب: أجب بوضع علامة صحيح، إما ضع أمام الجملة علامة صحيح إذا كانت الجملة موافقة وصحيحة صحيحة المعنى مع الموضوع فضع علامة صحيح. فإذا وجدت الجملة غير موافقة وغير صحيحة ليست لها معنى كما في الموضوع فضع أمام الجملة علامة الخطأ. عزت مندو مقصد داده په اول تمرین کې لاندې اته جملې راکړې دي. ودا جملې د موضوع سره وګورم، که موافق وي برابر وي په معنا کې صحیح وي صحیح نښه ورته مخې ته کېده، او که خطا وي خطا نښه ورته کېده. موږ معلوموي چې آیا موږ په هغه موضوع پوه شوي که نه پوه شوي. الجملة الأولى يقول: قلل الناس من القراءة بعد ظهور الحاسوب والشبكة الدولية. قلل الناس من القراءة بعد ظهور الحاسوب والشبكة الدولية. الجملة الثانية: يجب أن نعود أبناءنا القراءة في سن مبكرة. الجملة الثالثة: ازدادت نسبة القراء بين المراهقين. الجملة الرابعة: يتعلم الطفل القراءة بسهولة. الجملة الخامسة: يقبل الطفل على القراءة إذا كان البيت قارئا. الجملة السادسة: يجب أن تكون قراءة الطفل في البداية للمتعة. الجملة السابعة: يتعلم الطفل القراءة بالضغط والإكراه. الجملة الثامنة:
تدريبات الفهم تحبب القراءة للطفل. تعالوا أيها الإخوة نراجع مرة ثانية ونأتي إلى الجملة الأولى فننظر هل هذه الجملة صحيحة أم خطأ. يقول قلل الناس من القراءة، يعني صار الناس قليلا يتعلق بالقراءة، عدد الناس قليل الذين يقرؤون. متى؟ بعد ظهور، بعد وجود الحاسوب كمبيوتر والشبكة الدولية والإنترنت. حينما وجد في الأرض في الدنيا الحاسوب وكذلك أيضا الشبكة الدولية، فقلل الناس يتعلقون بالقراءة، فصار الناس عددهم قليل لا يقرؤون. هل هذه الجملة صحيحة أم خطأ؟ فنكتب في المربع علامة صحيح نعم. نحن أخذنا في الموضوع بعد وجود الحاسوب والشبكة الدولية قلل عدد الناس مع القراءة، لا يقرؤون إلا قليلا من الناس. أولا جملة كويزت مندو وخلق كم شل دزدكري سرا دلستلو سرا عدد دشمار دخلك سشو أغا كم شو قلل الناس كم شو الخلق من القراءة دلستلونا، يعني ازدكرا وسدير نكا كتاب دير نقوري. وكلا بعد ظهور الحاسوب والشبكة الدولية كلا تي اخكارشو الليبتابي كمبيوتر راوتلي دارنج انترنت راوتلي خلق دزدكري سرا اغا عدد او شمار کمش کئی تعلیم خلق کئی ذکر کئی خوچی پوخا وقتی دا کتاب نبیسون استفاده کولا اس اغا نکئی بلکل دا غسی دا جمله منگا و تاسو پا موضوع کم دا سی اغسطی و چی کلا انترنیت را پیدا شو هم دا رنگی لیپتاپ را پیدا شو للی دا خلق و دا کتاب سر شوق و مینه کمشو للا نو خالیگا که بسکو سینا خبک دو. الجملة الثانية يقول يجب أن نعود أبناءنا القراءة في سن مبكرة. يقول صاحب الكتاب في هذه الجملة على الأب والأم أن يعود الابن الصغير منذ صغره، إذا تجاوز عمره من 3 سنوات أو 4 سنوات على الأب وعلى الأستاذ وعلى الأم أن يربي ويعود هذا الطفل مع القراءة، أن يضع بين يديه كتاب وأن يضع في يديه الكتاب وأن يفتح بين يديه الكتاب حتى يقرأ ويتعود مع القراءة. دوما جملة كداوي ودارنج بكار دادة ما شمدرو كتوالنا ازدك لسر عدد أو مختشي بالكل دا جملة سيدة دموزو سر موافقة لها. الجملة الثالثة ازداد نسبة القراء بين المراهقين. يقول صاحب الكتاب في هذه الجملة عدد المراهقين، المراهق الطفل الذي تجاوز عمره من 10 سنوات ولم يبلغ إلى 14 سنة أو إلى 15 سنة، يعني لم يصل إلى الرشد، لم يصل عمره إلى الرشد، يقال لهذا الولد ولهذا الطفل المراهق الذي يكون عمره بين 10 سنوات إلى 15 سنة تقريبا. فهل عدد هؤلاء ازداد أم قلل مع القراءة؟ هنا يقول صاحب الكتاب ازداد. هل هذه الجملة صحيحة؟ لا، هذه الجملة خطأ. المراهقون قل عددهم مع القراءة بعد وجود الشبكة الدولية وبعد وجود الحاسوب. دا جملة خطا دا زكا اغا مراهق اغا شخص تاويل كيغي چه عمري دلس دولة سناخو تاوي خلا بالغ شوية نوي داغ شخص تاويل كيغي ودا دي عدد او شمار چه داوي زيد شو دز دقري سرنا چه كلا دا كمپيوتر لپتاپ راوة تلير دي عدد كم شو. جملة خطا دا. الجملة الرابعة يقول يتعلم الطفل القراءة بسهولة. هل هذه الجملة صحيحة؟ أن الطفل يتعلم القراءة بسهولة؟ لا، هذه الجملة أيضا خطأ. لا يتطلب الطفل الجهد والاجتهاد ويتطلب أيضا الصبر والتخطيط على الأب والأم أيضا أن يتحمل الصبر وأن يضع بين يديه التخطيط للوقت وللقراءة ولكل شيء. ليس القراءة للطفل تعليمه بسهولة بل يتطلب الجهد كثيرا.
نه هیڅ کله ماشوم په اسانه باندې زده کړه نشي کولی، بلکې هغه خواري غواړي، کوشش غواړي، صبر غواړي، یو پلان غواړي. استاد به هغه سره صبر کوي. ايضا هذه الجمله جمله خطا، دا جمله خطا ده. الجمله الخامسه يقول: يقبل الطفل على القراءه اذا كان البيت قارئا. يقول الطفل يتعود ويستقبل القراءه ويحب القراءه ويكون وقته اكثر مع القراءه اذا كان البيت قارئا. ما معنى البيت القارئا؟ مثلا ابوه قارئا، هو يقرا في البيت، أمه تقرأ الكتاب في البيت. فإذا وجد هذا الطفل أن الأب جالس يقرأ الكتاب والأم جالسة تقرأ الكتاب، فهذا الطفل أيضا يحب القراءة، فيمشي ويأخذ حقيبته أو الكتب فيأتي ويجلس بين يدي والديه ويقرأ الكتاب. فيقبل متى؟ إذا كان الأب قارئا يقرأ في البيت، وإذا كانت الأم قارئة تقرأ في البيت أيضا. دا جملة سيدة چه ما شم أغوه كي ازدكرة كوي. يقبل الطفل معنى سدي يعني مخامخ كي قد ازدكرة سرا خوخوي ازدكرة سرا كلا چه كوراني كي ازدكرة والاش أشخاص في بلارم ازدكرة كي مورم كي كي ازدكرة نكي خلصتل كوي. فده ماشوم سترگی پا اغاز دکره بانی لگیگی پا کتاب لگیگی نو ماشوم خبرم کتاب رخلیم. الجملة السادسة يقول: يجب أن تكون قراءة الطفل في البداية للمتعة. نعم، لا شك في ذلك. الواجب على الأب والأم أن يقدم لابنه وللطفل القراءة ما يكون فيه النفع له، مثل القصص أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو سيرة الصحابة، أو يقدم له الموضوع بشكل القصة. يقيني خبر داك كلام مع شمتا أولنا أسانا ذكره ولعن يقليشي تعريك فايدا مع شمتا فارا ودا واجب دا، يقينا دا واجب دا. جملة من سجدوا سيجدوا. الجملة السابعة يقول: يتعلم الطفل القراءة بالضغط والإكراه. لا، هذه الجملة أيضا خطأ. الطفل لا يتعلم القراءة بالضرب والشتم والضغط والإكراه والإجبار، لا. لابد والواجب على الأب والأستاذ والمربي والأم أن يعلم الطفل القراءة بالألفة والمحبة والرغبة والشوق بدون الضرب، أن يعوده مع المحبة، أن يعوده مع الألفة، ألا يضغط عليها وألا يكرهها وألا يجبره وألا يضربه. دلتا وای چې ماشوم زده کړه کوي په زور باندې، په اجبار باندې، نه. جمله خطا ده. باید ماشوم ته څه وکړي؟ مینه ورکړی شي، محبت ورکړی شي. وان یضع بین یدیه المستقبل الجید، المستقبل الحسن، مخې ته باید دا ښایسته مستقبل کې دی چې تانه به سبا دا جوړیږي. وان یقدم له الجوائز، هغه ماشوم ته جایزې ورکړه، المکافات، انعامونه ورته ورکړه. ولا تضربه ضرب او والو تمور کوا ما شوم دې کما شوم ته ور کړی شي. سیده پسلو کې به یو دوه ماشومان په والو سره عادت شي زده کړه به وکړي، خو 90% ماشومان څه کېږي؟ دې سره کمزوري کېږي، بې جرأت کېږي، زده کړې سره شوق نه پیدا کېږي، دماغ باندې یو قسم بوج راځي. نو که چیرته په مینه باندې شي، په شوق باندې شي، خیر ده که اوله کې کمزوري، دویم کال، دریم کال، څلورم کال باندې به هغه ماشوم څه کېږي؟ یو شوق را پیدا کېږي. د استاذ او د پلار او د مور سره به مینه وي. هغه استاذ، هغه پلار، هغه مور چې وال کوي، سخت وال کوي د ماشوم سره، یقینا پلار او مور او استاذ به ورته ګران وي، خو مخامخ. خو چې کله په مینه باندې، په اخلاص باندې څوک درس ورکړي، هغه ماشوم ته بیا په هر وخت کې د زړه نه ورته ګران وي او دعا ورته کوي. الجملة الثامنة يقول: تدريبات الفهم تحبب القراءة للطفل. لا، هذه الجملة أيضا خطأ. القصص اليسيرة والسهلة، أو القصة السهلة، تحبب القراءة للطفل. نا أولك ما شمت قصص سيرة داسك يمين بيذاك يد ما شمت دزدك لسرا تدريبات نشي بيذاك لذلك تدريبات لقران وحلك والسخوي ما شمت نشيك والجاغ أسانا باني حلكي بل كزلتي توري قد درسنا. دا عزت مند من غوتا سره اول تمرین چې په دې کې من غوتا سره اول او دویمه جمله صحیح و، درېمه څلورمه جمله خطا و، به ورپسې پنځمه شپږمه صحیح و، به اخره کې دوه جملې چې وي هغه خطا وي. ننتقل الان ايها الاكارم الى التدريب الثاني. ماذا يقول صاحب الكتاب؟ يقول: اختر الجواب المناسب بوضع دائره حول الحرف. اختر الجواب المناسب بوضع دائره حول الحرف.
هنا صاحب الكتاب ذكر لنا بعض الجمل، ثم في الأجوبة ذكر لنا الأجسام، جزء همزة ثم الجزء باء ثم الجزء تيم. ثم يقول صاحب الكتاب: أيها المستمع، أيها القارئ، اختر الجزء الصحيح مع الجملة. مثلا الجملة الأولى يقول: يدعو خبراء التربية إلى الاهتمام به. يدعو خبراء التربية إلى الاهتمام به، الجزء الأول يعني الهمزة، الشبكة الدولية، هل هذا الجزء المناسب مع الجملة أم لا؟ والجزء الباء القراءة، جزء جيم الحاسوب. اختر الجواب الصحيح، هل الجزء همزة أم الجزء باء أم الجزء جيم؟ أول جملة كسوي لتدريب مقصد دادي تلاني جملة دي لجملو سرا يو فراغ فكار دي فراغ وسرا دي خالقا وسرا دي نو منغو تاش تجوابون را كرلي أجزاء را كرلي يو جزء بدي كسي دي تدري جزء اننا يو جزء برا آخر جكم سي دي. مثال أول جملة كسوي: يدعو خبراء التربية إلى الاهتمام به. خبراء الشخص الذي يكون عنده الخبرة في تربية الأطفال، هم يدعون الناس إلى الاهتمام، إلى ماذا؟ أن يعلم لهم الشبكة الدولية، أم يعلم لهم القراءة، أم الحاسوب؟ الجواب ماذا؟ الجواب الجزء با، جواب سيد كم يودي با جزء دي. يدعو خبراء التربية، أغبو يا خلق بتربيتك تجربة لرونك خلق أغي دعوت وركي دير زيت اهتمام تاجما شمانو تصوركي القراءة وذكره وتوكي باجوز سديد سيرازي. دوين جوز كسوي الثاني: أفضل مرحلة لغرس حب القراءة. أفضل مرحلة لغرس حب القراءة، لا شك في ذلك، الطفل إذا ولد يأتي عليه مراحل العمر، مرحلة الصغر الرضاعة، ثم بعد ذلك مرحلة الطفولة، ثم بعد ذلك مرحلة المراهقة، ثم الشباب، ثم الشيخوخة، إلى أن يموت هذا الطفل. فهرما شنبان داس مراحل رازي. فيقول صاحب الكتاب: أي مرحلة تناسب مع الطفل أن يبدأ بالقراءة وأن يحب بالقراءة، كما مرحلة مناسبة لدي ما شمسرة قراءة ازدكر شروكي أو من بيداشي دزدكري سرا. أفضل مرحلة، بهترين مرحلة لغرس حب القراءة، جد ما شم محبت داغبز لكي واجه وليش زياد شي عقمدا، همزة مرحلة الشباب زواني مرحلة، با مرحلة المراهقة دا مراهقة مرحلة، چه اغا مرحلة دا چه بالغة شوه لنوی خدا غرنگی نوی زوان شوه بی، جيم مرحلة، مرحلة الطفولة دا ماشمتوب مرحلة چه غدري تلول پنزش بکالو پوری اسابه گی. الجواب ماذا؟ الجزء جيم، مرحلة الطفولة أفضل مرحلة لغرس حب القراءة، مرحلة الطفولة بهترين مرحلة دما شم دزدقل دفارة كمدا دما شم توب مرحلة دا. الجملة الثالثة: يتم تشجيع الطفل على القراءة بواسطة. يتم تشجيع الطفل على القراءة بواسطة، الطفل يشجع ويحب بالقراءة بواسطة من؟ هل بواسطة الأستاذ أكثر؟ أم بواسطة الأب أكثر؟ أم بواسطة الصديق أكثر؟ أم بواسطة الأم أكثر؟ متى يزيد شوقه ورغبته وشجاعته مع القراءة أو تشجيعه مع القراءة؟ متى يزيد؟ إذا شجع الأب أو شجع الأم فقط؟ الجواب ماذا؟ الجزء باء. ويتم تشجيع الطفل دماشوم أغاد الجسبي زيادة خواري جس چالاكي پس دقركي أغاد چا بواسطة باندكي گدير؟ الأب دبلار بواسطة، با الأب والأم دمور أو دبلار بواسطة، جيم المعلمة دو أستاذ بواسطة. الجواب ماذا؟ الأب والأم دمور أو دبلار بواسطة باندي ما شوم دير دلجسبي أخلي پس دقركي، جبلار وتدميني شفقت أوازوكي، مور وتدارنجة شفقت أوازوكي، دي جائزي إنعامتا ورتاكي، دا ما شمبا أسانا باندي سكي ذكركي. الجملة الرابعة سلورما جملة: أكثر شيء يبعد المراهقين عن القراءة هو. أغزيت كم شيدي شما شم دز ذكرنا لركي، بخصوصا أغا مراهق ما شمو
چې د لس کالو نه عمر یې اخوتی وي لا پنځلسو څوارلسو ته نه وي رسېدی، بالغه شوی نه وي. کوم یو څیز دی چې دا ماشوم د زده کړې نه خرابوي؟ الجزء الاول الشبکة الدولية انترنت، الحاسب الآلي لابتوب کمپیوټر، جیم التلفاز ټی وی. دې درې واړو کې کوم یو څیز ډېر دی چې ماشوم د زده کړې نه خرابوي؟ الجواب ماذا؟ التلفاز تي في ده. إنهم جيل التلفاز كما ذكر صاحب الموضوع في موضوع كيف يحب أطفالنا القراءة، فدغي موضوع كتاب كتاب ولا ذكر كريدي إنهم جيل التلفاز داد تي في ولا بيري ده زكا ذكر لها نشيكولي نو تي في بسيار تدي معشوم دير ده سبقنا خرابين. الجملة الخامسة يقول جميع النصائح موجهة إلى اغه موضوع کې ډېر نصيحتونه کړیو، اغه تجربه ناک خلکو، اغه چاته کړیو، اغه موجه چاته دي، اغه نصيحتونه چاته متوجه دي؟ جواب الاب ابته با الاب والام پلار او مور، جيم الام کومور ته دي. الجواب ماذا؟ جيم جوس الام. الخبراء هم الذين قدموا النصائح والوسائل للام، اغه دا مور ته وړاندې کړی چې مور ته وایي چې ته دا موکا برخه وسره واله ماشوم مکتبې ته بوزه او سره کینه اسانې قصې او ته وړاندې کړه، سیرت ته وړاندې کړه. مور ته ډېر نصیحت کړی ځکه مور چې دا مهم اغه دور لري، وقت لري د بچی په تربیت کې. شپږمه جمله کې سوی دور الام ان تقرا لطفلها، تستمع الى الطفل، تشارك الطفل القراءه. د مور دور چې دی اغه وقت چې دی داغه دور د ماشوم هغه څه پکار دی چې ان تقرا لطفلها، چې مور ماشوم ته څه وکړي؟ لوستلو ته وکړي. با تستمع الى الطفل غوږو ته کړي د ماشوم ته. جیم تشارك الطفل القراءه، چې برخه ورسره والي په زده کړه کې. جواب مازه دور الام د مور دور چې دی د ماشوم د زده کړې سره ان تشارك الطفل القراءه، چې برخه واخلي د ماشوم سره په زده کړه کې. هغې سره کینی ماشوم هم وایي دان سبق وایي یا دا رنګې داتې سوال کوي هغه جواب ورکوي، نو هغه په دې باندې مور ښه پوهېږي په اسانه طریقه باندې. اووم جز کې څه وایي؟ یمارس الطفل القراءه في، ماشوم زده کړه کوي، مشق او تمرین کوي، تکرار کوي، مذاکره کوي. یمارس معنا مشق او تمرین کوي. کوم ځای کې کوي دا زده کړه؟ جز حمزه غرفه النوم اول جز کې وایي د خوب په کوټه کې. با الصاله حال کې وایي دالیز. جیم اماکن مختلفه من البيت د کور مختلف ځایونو کې کله یو ځای کې کله بل ځای کې. الجواب ماذا؟ في الصاله حال کې د حال مقرر کړی دی چې دلته موږ درس وایو. نو مور هر وخت هغه سره ځي یو ګنټه وخت خالي ماشوم سره هغه معلوموي چې دا ستا ځای شو، دا دې وخت شو، په دې وخت کې به ته څه کوې زده کړه کې. وبهذا انتهينا من التدريب الثاني او په دې سره موږ د تاسو د دویم تمرین نه هم څه شو ختم شو. ان شاء الله ختم کو. امید لرم چې دا به هم موږ تاسو سي حل کړي. ننتقل الان الى صفحه اخرى والى التدريب الثالث. زو بلې صفحه ته او دریم تمرین شروع کو. التدريب الثالث يقول اجب عن الاسئله التاليه باختصار. اجب عن الاسئله التاليه باختصار. ايها المستمع بين يديك بعض الأسئلة. يقول صاحب الكتاب أجب لكل سؤال لكن إجابة مختصرة فقط. إذا تمنى استاسو مخيطة يسو سؤالنا كتاب ولا يخدي كتاب ولا غختنا كيش مختصر جواب ولا وركام. السؤال الأول لما يجب توجيه الطفل للقراءة المجلات؟ لما يجب توجيه الطفل لقراءة المجلات؟ با أو السؤال الثاني لما يجب عدم تكليف الطفل بقراءة كتب فوق مستوى؟ لما يجب عدم تكليف القراءة بقراءة كتب فوق مستوى؟ الجواب الثالث السؤال الثالث لما ينبغي توجيه الطفل ليقرأ لأخيه الأصغر؟ السؤال الرابع متى نسمح للطفل بقراءة القصص المخيفة؟ السؤال الخامس ما الوقت المناسب ليمارس الطفل القراءة؟ السؤال السادس لماذا تحث الطفل على قراءة القصص الإسلامية؟ السؤال السابع ما الأشياء التي أبعدت الشباب عن القراءة؟ السؤال السادس ما أهم مزايا القراءة؟ السؤال الذي سرب من قوتاسوني مختصر جواب غالي طول ما قد موضوع سر التعلق ساتي تكرار دي خسر بطريقة بدل دم.
السؤال الأول، لما يجب ولواجب دي توجيه الطفل مواجه كول ما شم أغتا توجيه وركول لارخودنا وتكول لقراءة المجلات في مجلة الأولى دي كسفيدة ذا؟ الجواب، لأن قراءة المجلات هي جذابة يزيد رغبة والشوق إلى القراءة الكتب. مجلول استلوكي يقسم جذبرة بيدا كيغي ما شم دزدكري سرام. السؤال الثاني، لما يجب عدم تكليف الطفل بقراءة كتب فوق مستوى وللازم نغني مشقة وركول ما شمتم چه تسوك هغا كتابون أولولا چه فوق مستوى دا أغد مستوى نبروي دا أغد زدكري استعداد نبروي ما شم ولوكي دا تاو تغد كتاب وركره دي ودا ولي لازم ندي باچه غل كتاب دا أولنا شروكي. الجواب ماذا؟ لألا يرحق ويموت فيه حب القراءة أغب دارنگي كمزوري شي زليل بشي سبق بشي بكار بشي وبشرميگي ويموت فيه حب القراءة أغد ازدق دا چه كما مينة دا أغب ختم شي نماشون تا أولنا غل كتاب وركول يا غل موضوع وركول يا دا أغد مستوانا وچد درس وركول دا يقيني خبر دا غزل بدي سر ما تيگي. السؤال الثالث، لما ينبغي توجيه الطفل ليقرأ لأخيه الأصغر ولذا مور أو بلار ما شم تكلا كلا داس توجيه إرشاد وركيم لار خودنا وتكي چه تخبل كش رورتا درس وايا يا كتاب توايا يا يوتاقي سبايان كده كسا حكمت أو سفايدة ده چه مش رورتا حكم كي چه كشر تا درس وايا يا مش شاگر توي چه تدي كشر شاگر تا درس وايا دي كسا فايدة ده. الجواب، ليحس بالتقدير والثقة كما شم يخيست قدر وشي عزتي وشي أو دارنج دا أغي اعتماد أو باور نورم زيشي دا أغي ورغبت أو شوق پيدا شي ما نم أميد كدلشي دا استازي ما نم أميد كدلشي دا بلتا دا خير رسولو دا قطي رسولو زكا ما شم دي وقت دق جائزو تا محتاج دي. شاباس جزاك الله خير، بارك الله فيك، ممتاز، أحسنت، أنت طالب مجتهد، أنت سوف تكون عالما أو طبيبا أو كذا أو كذا، أنت سوف تكون مدرسا إن شاء الله. تانا با عندك دادا جوريجي نبدي باني ما شم دير زياد خوشاليجي كلا دا أستاذي حسيت ولا وركا كلا دا مشاري حسيت ولا وركا دي سر ما شم أغشو نورم زيتيجي. السؤال الرابع، متى نسمح للطفل بقراءة القصص المخيفة؟ كل من ما شم تدارنجي أغا سخت قصي وران كوليشو تلك شانتي يرون كي قصي دي أغا وقت يطولان كوليشي إذا كانت نهايتها سعيدة كل تلك قصي نهاية أخراني برخي سوي أغا خوي أغا وقت يطوليشي. مثال، يوم ما شم دي أغا غلط كارت الله سواتشو تداري ببارك يطولي قصة ذكر كي غورة كتوك دا كار كينو دا أغي عنده بداوي أغي كبدا مستقبلي دا دسي ويري پدي قصة كي خبیت آخره که اغتا یو فایده ده. مثال با واخلو، یو ماشوم ده سرگتی لحسکی راواغست و نسواری راواغستل یا دارنگی یو گنده ملگری سره توی و قصه و تاوکی خبری قصه که اغا ویره چه پلانکی سرگرس کل نسواری کول به زوب شو دارنگی زلی خراب شو سینه خراب شو به اوتا مرز ولگی دو دارنگی زیره و تاولگی دو استاخد اغ مل شو به لارو خوره که واچو قبر تیویلو ختم شوسته نه خوراک کولی شي نه سکل کولی شي نه چکر وهلی شي هېڅ هم نشي کولی هغسې مړ شو. نو که موږ او تاسو هم داسې دا سرګټ وڅکل یا نسوار هم وڅکل آینده به موږ او ستاسو هم رنګ به هم زیړ شي مرض به پیدا کړو زړه به هم خراب شي معده به هم خراب به شي سینه به هم خراب شي داسې قصه کې ورته یېره وړاندې کوي خو اخره کې ورته بیا څه ده ګټه ده او که وینڅکو نو بیا به انشاءالله موږ او تاسو روغ هم وي ژوند به هم کوو مزې به هم کوو دا به کوو دا به کوو. نو ماشوم ته باید په دغه طریقه باندې قصه وړاندې کړی شي چ اخرنه برخه به سوی د ماشوم په ګټه باندې وي. السؤال الخامس، ما الوقت المناسب ليمارس الطفل القراءة؟ د ماشوم د لپاره کوم وخت ډیر مناسب دی چې هغه کې زده کړه وکړي پریکټس وکړي؟ وکړي. الجواب ماذا؟ الوقت المناسب الصباح والمساء. سهار وقت ډیر مناسب دی، مازیګر وقت ډیر مناسب دی، د زده کړې د لپاره، د حفظ د لپاره، د درس ویلو د لپاره بهترین وقت څه دی؟ بعد صلاه الفجر وأيضا بعد صلاة العصر وأيضا بعد صلاة المغرب دا دري وقت دا حفظ دا پارا دير زياد بهترين دي خصوصا دا ما شم دا پارا سهر وقت دير بهتر دي أو مازيگر وقت خوب پشر دا دي چه دا غرمي قيلو لا خوب وكي بي مازيگر كي دي ما خوي هم دا قرنگي دا ما خام منزن وروس تا داغ وقت چه دي پا دي كي ما شم سده لك شانتي استراحت بور كي مازيگر كي لبلو با بكي دا غين وروس تبا بيسكي دا ما خام درسوي دي دا وقت كي انشاء الله ما شم خز دكرا كوليشي.
السؤال السادس، لماذا تحث الطفل على قراءة القصص الإسلامية ولما شمت دير زيات رغبت وركليكي إسلامي قصي واورا؟ الجواب ماذا؟ ليحصل على ثقافة صحيحة بعيدة عن سفاسف الأمور. ليحصل على ثقافة صحيحة بعيدة عن سفاسف الأمور، وأن يسير على منهج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ما شم تزكى د اسلامي قصو اجازه ورکلی کیږي هغه باید چې واوري شوق پیدا کی هغه سره تر څو چې صحیح ثقافت او کلتور نه خبر شي او دارنګ بیکاره کارون نه څه شي لري پاتې شي. السؤال السابع وان سؤال کسوي، ما الاشياء التي ابعدت الشباب عن القراءه؟ اغه کوم شیان دي چې ځوانان د زده کړې نه لري کړي دي؟ الجواب ماذا؟ التلفاز، الحاسوب، الشبكه الدوليه، كثرة الرحلات، وأيضا كثرة الأصدقاء، دير ملقري، تيوي، لابتوب، انترنت، فيسبوك، الجوال، دا طول أغا شيان دي چي ماشوم أو خاص كرزوان سوري چي دي دزدقنا لرساتي. السؤال الأخير يقول، ما أهم مزايا القراءة دزدق خاص خصوصية أغا خسلتنا كم كم يودي؟ الجواب حرية الاختيار، حرية الوقت والمكان، والرخص واليسر، وسلامة اللغة وسهولة المراجعة. أسان تكرار كول لزدكري إجازة وركول شهر زكي كول شي خبل جبر وغساتل دو وقت أزادي دو زي أزادي أو خبل اختيار لري ندير زياد خسلتون لري ازدكرا چه دي إنسان تبقتا ورستا رسيهم. دو إزت من دو منغو تاسر درهم تمرين چه سوالون راكري داغي مختصر جوابون غختل. ننتقل الآن إلى التدريب الرابع. رازوز سلورم تمرين تا يقول لخص ما استمعت إليه. يقول لخص ما استمعت إليه. أيها المستمع، لقد استمعنا من المسجل الموضوع كيف يحب أطفالنا القراءة، كيف يحب أطفالنا القراءة، ثم شرحنا هذا الموضوع مرة ثانية. فالآن صاحب الكتاب يقول لخص، يعني أذكر هذا الموضوع مختصرا بعباراتك بتعبيراتك، خذ القلم أو قلم الرصاص وخذ الكراسة أو الورقة أجلس. استمعت إلى القصة أو اقرأ مرة أخرى هذا القصة أو هذا الموضوع من الكتاب، ثم ابدأ من نفسك، اكتب صفحة كاملة ولخص فيه الموضوع كيف يحب أطفالنا القراءة. سلورم تمرين كداوي عزت مندو هغا قصة تا أوريدل دا هغا موضوع تا دا تيبنا أوريدل دا أو دا كتاب پا آخرة كدريس أو پنزن وي صفحة كلي كلي شوي دا چي پا دو صفحو كوا هغا طول مختصرة كا پخبولو الفاظو باندي قصة خو اقدوا لگران وان مخطا سخ الحمد لله أسانا كلا چي ما شم زنگا كوليشي چي مينة پايدا كي دزدك لسرا. رازو اوس موږ تاسو باید قلم او کتابچه راواخلو. یو صفحه هر شخص د خپل مستوا مطابق دی یو مختصره موضوع په دې باره کې ولیکي چې زموږ ماشومان څنګه کولای شي چې مینه پیدا کړي د زده کړې سره. تعالوا ايها الاخوه اقدم لكم نموذج. رازي زب تاسو ته یو نمونه در وړاندې کوم، دا غي نور څه به تاسو کولای شي چې په خپل کور کې همدغه موضوع سکه مختصره کړئ، ځکه داسې موضوع منګو تاسو په خپل تعبیر چوڑان لیکو دا دلیل د دې خبرې چې زمونږ استاد سو پوی په عربي کې زیاتیږي. باید یو شخص داسې مراپاسیږي دغه موضوع واوریدل اوس په خپل تعبیر باندې دغه موضوع خپل بیانوم، بے قلم راخلی دقه موضوع لیکي نو هم به ویل صحیح شي هم به لیکل صحیح شي. رازو یو نمونه تزور هاند کوم. نعم ايها الاخوه، ذكر صاحب الكتاب لنا الموضوع كيف يحب اطفالنا القراءه، كيف يحب اطفالنا القراءه. لا شك في ذلك، الاطفال ثروه للامه، اما القراءه ايضا الانسان به يرتقي، بالقراءه يرتقي الإنسان ويتقدم في المستقبل إن شاء الله. وكلنا لا شك في ذلك، الأب والأم وجميع الناس نحب أن نقرأ ونتعلم. كل شخص، أنا وأنت وهو وهي، كلنا نحب ماذا؟ أن نقرأ بأنفسنا ونعلم القراءة لأطفالنا. كلنا نحب أن نقرأ ونتعلم، وكلنا نشتاق أن نقرأ بأنفسنا أيضا وأن نقرأ لأطفالنا أيضا. الأب يشتاق أن يتعلم ابنه، الأم تشتاق أن يتعلم أطفالها وأن يتعلم، كلنا نحب أن يتعلم أبناءهم.
إذن فما الواجب علينا نحو أبنائنا وأطفالنا أن يقرأوا؟ ما المسؤولية؟ ما مسؤولية الأب وما مسؤولية الأم وما مسؤولية الأستاذ حتى يحب أبنائهم أو أطفالهم القراءة؟ إذن ما الواجب علينا؟ الجواب: الواجب علينا وعلى المربي ولا سيما على الأم إبعاد الأطفال عن الوسائل الحديثة التي يضيع أوقات الأطفال مثل الشبكة الدولية والحاسوب والتلفاز وكثرة الرحلات ومع سوء الأصدقاء وغير ذلك. الواجب على كل أب والواجب على كل أم وعلى كل أستاذ أن يبعد الولد، أن يبعد الطالب، أن يبعد ابنه عن ماذا؟ عن الوسائل، عن الأمور الذي يضيع وقته ويبعده هذا الشخص عن القراءة، مثل ماذا؟ إعطاء الجوال للطفل، أو سماحة الوقت، أو إعطاء الفرصة لمشاهدة التلفاز، أو إجازة له لكثرة الرحلات، أو إجازة لمصاحبة مع أصدقاء السوء، أو إلى غير ذلك. فالواجب بدل هذا أن يحبب لهم القراءة بتقديم النصائح، بتقديم الجوائز، بوضع حسن المستقبل بين يديه. سوف تكون أنت معالما، طبيبا، مهندسا، كذا وكذا في المستقبل إذا قرأت، وإذا ما قرأت سوف تكون خادما، طباخا، أو مستخدما، أو تكون حلاقا، أو غير ذلك. تضع له المستقبل الحسن، فسوف هذا الطالب يتعود مع القراءة. وأن يعمل المربي والمربية ولا سيما الأم بنصائح خبراء التربية، الخبراء الذين قدموا النصائح في الموضوع، أن يعمل المربي وأن تعمل المربية والأم بتلك النصائح. مثلا على الأم أن تعود الطفل مع القراءة دون أن تشرح له المعاني الصعبة، على الأم أن تعود الطفل مع القراءة وألا تشرح له المعاني الصعبة. ثانيا على الأم أن تقرأ القصص السهلة حسب مستواه ليتعود مع القراءة، وأيضا على الأم أن تشارك معه في القراءة، وتجلس الأم معه حتى يتعود مع وقت القراءة، وحتى يعرف اهتمام الوقت واهتمام القراءة. فإذا ارتفعت مستوى الطالب أو مستوى الطفل، على الأم أن تحضر له مجلات مناسبة للعمر، وألا تحضر له كتب أو مجلات فوق مستواه. على الأم إذا علمت أن ابني مل، يعني تعب من القراءة، عليها أن تغير كتبه أو تسمح له الإجازة للاستراحة واللعبة والتجول والذهاب إلى أماكن الراحة. وعلى الأم أيضا أن تعود الطفل مع اهتمام الوقت، وأن تعين له أوقات كل شيء. هذا الواجب على الأم، أن تعلم للطفل أوقات كل شيء. أيها الإبن، هذا وقت أكلك، وهذا وقت صلاتك، وهذا وقت نومك، وهذا وقت مذاكرتك، وهذا وقت مصاحبتك مع أبيك ومع أمك، وهذا وقت كذا وكذا. على الأم أن تعين أوقات الأطفال حتى يعرف الطفل أن الوقت كالذهب، أن الوقت هو الغالي، وأن تعطي وقتا أيضا لتقرأ عليه. على الأم أيضا أن تجلس وتشارك مع الطفل، أن تجلس معه في الصالة أو في الغرفة، وأن تشارك معه في القراءة، وأن تذكر له وأن تقدم له سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يوميا، نصف ساعة أو ربع ساعة أو ساعة كاملة، وهكذا أيضا سيرة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، حتى يكون هذا الطفل على سيرته وعلى منهجه. نمور دا پار دغا نصائح سده پکار دي، خلاصه طولم دقا و چه هر شخص لپکار داره چه دخپدو بچو تربیت وکیم، استاز لهم پکار داره چه در ماشومان و شاگردانو تربیت وکیم. هم دارنگی مور اگر دیر زیاد دور لري، دیر مهم وقت لري، باید دخپدو بچو سو که تربیت وکی. اگر نصائح چه منگا تاسو مخی اولاندی کلیو، چې موږ ته تجربه ناکو خلکو وړاندې کړي وو، چې موږ څنګه کولای شو ماشوم سره مینه محبت زیاته کړو د زده کړې په کومه طریقه باندې،
نو اغا سوال لسنا سايح چې موږ تاسو ان شاء الله عملي کو نو امید لرم چې زمونږ استاد سو دغه سرمایه دغه بچی څه شي د قیمتي شي سبا له زمونږ استاد سو د سر در نه ګرځي بلکې دا به زمونږ استاد سو د پاره خو سرمایه شي تر اخره پورې لوی رب العالمین نو امید لرم چې د ټولو مسلمانانو بچی نیک عمل صالح شي او د ټولو میندو پلارانو نه هم دارنګ د استادانو نو امید لرم چې په اخلاص باندې د خپل بچو سو کې تربیت وکي زمونږ استاد سو ټولنه چې طریقې کوي مخکیواله کوي اصلاح یګی خکیګی بعد دې بدبختینه چې موږ تاسو فلاسیګو مهمه وجه بدای چې خپل مشرمان خو تربیت وکړو هغه تاسو د کړو کو تر سوچ موږ تاسو قلم نه راغسته کتاب هم نه راغسته زده کړی سرمدارنګ شوق پیدا شوه نوی نو موږ هیڅ کله ترقی نشو کولای په خا وخت کې بعد بعض ملکونو ته وګورئ چې هغه وخت کې بس رقم زیاته خواري منه به کولای یو استاد به نه پویګم چې کوم یو ملک ډیر زیات غریب هغه به کتاب خپل شاګرد ته هم نشو رسولې استاد به څه کول په سیکل باندې به کتابونه ایښي یو ځای کې به ماشومان را جمع کول اما په کتابونو کې به درس ورکو مې به مغه کتابونه واغسل بل ځای ته به تو بل ځای کې به درس ورکو دارنګ بل ځای ته به تل دارنګ غالبا بنگلاديش دولت ته تخکاری چې هغه ډېر غریب وو خو حالن کې وسو د تعلیم په لحاظ باندې ډېر زیات مخکې تللی دی باید هر استاد هر پلار هر مورسو کې د خپل بچي په زده کړه کې ډېر زیاته خواري وکړي بلکې خوراک د کمزوري کې جامې د کمزوري کې سړه د اخري کمزوري د واغوندي خو د خپل بچي د تربیت او د زده کړې اهتمام دې زیات وکړي هر ځکه چې ایسته د منار خو ګورېدونکو په لوی رب العالمین باندې سپارم تل لپاره عزتمن خوشاله کامیاب آباد اوسئ والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. Manar FM.